وجلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وصورة للتاريخ، تاريخ مجيد حافل بالبطولات، إنجاز تاريخي عظيم حققته النخبة الوطنية خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022. مسار متألق أبهر العالم، وأرقام قياسية دخلت السجل الذهبي لكرة القدم المغربية. ولن تكتمل صورة الفرح والاعتزاز هاته إلا بأمهات أنجبن رجالا أسودا حرص جلالة الملك حفظه الله على إشراكهن في هذه الملحمة الوطنية والصورة التذكارية، عربون اعتراف لما بذلنه في تربيتهم على الأخلاق.